كتمشي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من دواعي السرور ان اتواجد بينكم اليوم على هامش زياره العمل والتخطيط لولايه تكدر المجاهده المضيفه التي تعتبر بوابه من بوابات البحر الابيض المتوسط، وتبادل التكوين بيننا وبين الضفة الأخرى سكيكدا المميزة بالحيوية في الاقتصاد الوطني والصناعات الطاقوية. في إطار زيارتنا التفقدية اليوم إلى مؤسسات التكوين عبر الولاية للإطلاع عن كثب بوضعية التكوين ورصد الاختلالات والانشغالات، لاحظنا نسبة معتبرة من نمط التمهين، والذي يعتبر مؤشر إيجابي من خلاله يتجلى الدور المحوري والمزدوج لقطاع التكوين والتعليم المهنيين باعتباره من أهم العناصر المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية وتزويد عالم الشغل بالمؤهلات والكفاءات التي تواكب التطورات الحاصلة في ميدان المهن والحرف بمختلف تخصصاتها. وفي هذا السياق يسعى قطاعنا دوما إلى تعزيز آلية الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين، وذلك بتكثيف التعاون وإبرام المزيد من الاتفاقيات التي تساهم بدون شك في توفير يد عاملة مؤهلة تتميز بالجودة. أثناء زيارتي لمؤسسات تكوينية عبر ولاية سكيكدا، أسدينا تعليمات وتوصيات لمسؤولي القطاع بالولاية على غرار فتح تخصص تحلية مياه البحر في دخول سبتمبر 2023، تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الأمن المائي، وأيضا تنظيم توأمة بيداغوجية بين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عزابة في تخصص ميكانيك السيارات والمعهد الوطني المتخصص بالثانية وهران. بناء على طلب السيدة الفاضلة والي الولاية بتخصيص مركز التكوين والتعليم المهنيين الحدائق في شعبة الفلاحة تماشيا وطابع المنطقة، ومن أجل خلق فرص عمل للشباب، كما أسدينا أيضا تعليمات بضرورة توفير تجهيزات والوسائل بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عزابة ومركز التكوين المهني والتمهين حدائق. وباعتبار ولاية سكيكدا ولاية متنوعة الاحتياجات والإمكانيات، ولاية سياحية تحتاج إلى التكوين السياحي، ولاية طاقوية تحتاج إلى التموين الطاقوي، ولاية صناعية تحتاج التكوين في الصناعة، ولاية بحرية تحتاج التكوين في الصيد البحري، ولاية فلاحية تحتاج التكوين في الفلاحة والصناعات التحويلية، ولاية تاريخية تحتاج تموين الحرف، ولاية ريفية تحتاج الاهتمام بالمرأة الريفية. سكيكدا ولاية واحد من ولايات الجوار مع الشقيقة تونس، وتحتاج منا إلى تبادل التكوين بين الشباب الدولتين لتقديم نموذج التضامن. ولهذا يسعى القطاع في رفع وتيرة التنمية المتعددة الأبعاد من خلال مراجعة وتطوير مدونة الشعب التخصصات بشكل كبير. ومن جهة أخرى البعد الاجتماعي للعملية التكوينية بضم تكوينات ضرورية لمختلف فئات المجتمع على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين الأهمية الكبرى لتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة. وهنا في ولاية سكيكدا معهد جهوي لذوي الهمم وتأهيلهم أيضا لولوج عالم الشغل، حيث تمنح الأولوية لهم في التسجيل، كما يعفى ذوي الاحتياجات الخاصة من الاختبارات ومسابقات الدخول. وفي الأخير نصيحتي للشباب التحكم في سوق العمل بالتحكم في المهن، كما أدعو من هذا المنبر رجال الأعمال إلى الاستثمار الذي يتناسب مع إمكانات المنطقة الكبيرة وترقية التكوين تجاهها ولمواجهة
الهجرة الغير الشرعية. شكرا. سؤال واحد فقط، يعني هو تكمله فقط للاجابه، يعني لو على محطه تحليه مياه البار، يعني قمتم قبل قليل بذكر انه سيتم فتح تخصصات، يعني طالبتم بفتح تخصص في هذا المجال. امرتم بفتح هذا التخصص في هذا المجال، هل سيكون على مستوى كل الولايات الساحليه التي تحوز على محطات؟ كل ولايه الساحل التي موجود فيها محطات تحليه المياه فتحنا في تخصص في فبراير، وسنفتح تخصصات تقني وتقني سامي في الدخول القادم ان شاء الله. على مستوى كل وين موجود عندنا محطه تحليه. سيدي الوزير مرحبا بكم في ضيافه الليله. انا ممثل عن الجمعيه الوطنيه للوقايه من حوادث المرور. رانا مضيين معكم اتفاقيه في الوزاره، وشاركناكم قلنا هنايا التظاهره على حوادث المرور. شاركنا. شكرا لعضلوش. المعهد هل تغير رسميا الى معهد للسياحه؟ بما انه منطقه سياحيه، السيد الوالي علمنا باللي هي مشات في هذا القرار، وانت ايدت هذا القرار. نتاكد لنا باللي راه معهد للسياحه يتحول ان شاء الله الى معهد سياحه، لان القطب الذي كنا فيه هو قطب سياحي بامتياز. شكرا يا علي الوزير. شكرا سيدي الوزير، بارك الله فيك. بالاضافه الى الفندق الذي يبنى المعهد. فندق مش فندق، يعني احنا عندنا فندق البيداغوجي، والفندق البيداغوجي حتى بعض الغرف ومسألة التكوين فقط، ولذلك احنا نسموه التكوين نسموه الفندق البيداغوجي، ليس فندقا يعني بالمعايير الفندقية، ولكنه هو فندق نحتاج الى بعض الغرف لكي يتمهل ابنائنا في ويتمرنون في مسألة ال يكون أحسن اختيار لولاية كيدا. يعطيك الصحة.